السلام عليكم. الله يبركاته. الموقع ده ظريف جدا، لأي صورة عايزها ممكن تعمل أبلود للصورة، وبعد كده تقول له أنا عايز مثلا أضيف مثلا فاير وورك للذا سكاي، يبدأ إن هو يحط لك فاير وورك للسكاي. ممكن ترفع صورتك وتقول له أنا عايز صورة برج إيفل تكون مع الصورة بتاعتي، تمام، وهكذا. فتقدر إن أنت مجرد تكتب الأمر ينفذ لك الأمر اللي أنت عايزه. ممكن تكتب اي امر هنا تخليه مثلا يلغي لك الباك جراوند، يلغي لك الارضيه، يدي صورتك زي ما انت عايز، وتقدر تعمل ابلود لاي صوره عندك وتعمل فيها التعديلات اللي انت عايزها، تمام. وليكن مثلا المبنى دوت، فمثلا عملت الصوره دي وعايز بدل ما اعمل رندر تاني ممكن اقول له اد مثلا اني توين از باك جراوند، فاضاف لك بالشكل ده. طبعا ده مش شغل هندسي بس ايه دي الفكره. طيب لو انا مبرمج وعايز استفاد واعمل موقع زي دوت، ده الموقع اهوت، ده كده اوبن سورس. هلاقي هنا دي الابلكيشن، تمام، ريبليكيت اهو، ده بيديني الكود اللي خليني اقدر اعمل الكلام ده في الموقع بتاعي. في مثلا ان انا اعمل ريزوليوشن، ان انا اعمل ديفيجن موديل، ان انا احول الصوره لتكست يعني اخليه يوصف لي الصوره، او اديله وصف هو هيعمل لي الصوره. كل الكلام ده كله اوبن سورس، فتقدر تعمل الموقع بتاعك معتمد على الحاجات دي. في برضو دوت نستراكت بيكس تو بيكس، ده هيخليك برضو تعمل ايميج اديتنج بسهوله، مديك الكود بحيث تقدر انت تشتغل عليه، يكون عندك صوره معينه فتحولها، او زي ما احنا شفنا برج ايفل، او ممكن حتى الصوره دي تقول له مثلا غير لي نوع البدله، او صوره عاديه تخلي فيه تلج نازل، تمام. وكله من خلال التكست، انت بتكتب هو هيغير لك الصوره، يعني تقول له فتح لي الصوره، غمق لي الصوره، تمام، وهيعمل لك الصوره بالشكل دوت. يعني هو في الصوره اهوت وقال له ايه، خلاها كانها باريس، طب خلاها كانها هونج كونج، طب خلاها في منهاتن، كل مره هو بيروح مغير كل دي، طب خلاها في سنه 1990، طب خلاها كانها في الفضاء، طب خلاها من كرافت، دخل الصوره وقعد بقى يعمل يعدل فيها، طب خلاها فيلم رعب، طب خلاها كذا. دخل الصوره ديت وقال له خلاها رياليستيك، ما فيش اي حدود ابداع، مجرد بس انت بعرف مبادئ البرمجه وتقدر ان انت تاخد الكود وتعدل عليه بحيث يكون مناسب ليك. الكود موجود والديمو موجود. ده برضو الموقع دوت ممكن تستفاد منه، ده بيعمل لك شات بوت تقدر تاخد برضو الكود تشتغل عليه. ده الت تكست جنريتور، هنا البنت باي تكست اللي احنا لسه شايفينه. فنتمنى نلاقي مواقع عربية تاخد الأكواد دي وتبدأ إنها تعملها إن شاء الله.